بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم على قناة برامج تك، معاكم أحمد الجرنوسي. إن شاء الله النهاردة هنشوف مع بعض موقع جميل جدا، خاصة للناس اللي هي ما بتعرفش تستعمل برنامج الفوتوشوب أو البرامج بتاعة الصور بصفة عامة. ده موقع بسيط جدا جدا، يعني كل اللي عليك إنك بترفع الصورة بتاعتك وتعمل التعديلات اللي أنت عاوزها أيا كان بقى. ممكن تحول صورتك لكرتون، ممكن تضيف بعض التأثيرات المختلفة على الصور بتاعتك، أو تركب الصور على أشخاص تانية، أو تضيف بعض الفريمات أو الإطارات في الصور بتاعتك. كمان تقدر تحول صورتك لكاريكاتير بشكل مميز زي الكاريكاتيرات اللي انت بتشوفها، يعني تكبر مثلا الودن، تكبر البق، تكبر اي حاجة في الوش، يعني بحيث ان صورتك تبقى عبارة عن شكل كاريكاتير. وعشان ما اطولش عليكم هسيب لكم اللينك بتاع الاداة دي او الموقع تحت الفيديو على طول زي ما احنا متعودين مع بعض. ده الموقع، فزي ما احنا شايفين ده عبارة عن تول بار بيتحط لجوجل كروم، يعني بيوفر لك سرعة الدخول للموقع، انك بتلاقي التول بار ده موجود قدامك على طول، وانك تختار الاشكال او الحاجات اللي انت عاوزها. فبتيجي تحمل الاداة بطريقة سهلة جدا ما فيهاش اي مشكلة، بتظهر لك دي، بتدوس له اد زي ما احنا شايفين بتتحمل هنا تحت اهي. كده بيقول لي ان الاداة اتثبتت بشكل سليم على جوجل كروم، وبيفتح لك تاب جديدة هتلاقي فيها الادوات بقى بتاعتها. فانت هنا بتقول له كيب تشينج لو عايز تغير او ترجع الاعدادات، بتدوس على ريستور سيتنجز، فبقول له كيب تشينج، هنا بيحييني طبعا، بقول له كونتينيو، وادي التول بار اهو موجود قدامي. فكل اللي عليك انك بتدوس على ماي ويب فيس دوت، فبتلاقي هنا حاجات كتير جدا للتعديل على الصور، انك بقى تعمل كاريكاتير وتحولها لكرتون وتضيف بعض التأثيرات وتعمل صورتك الشخصية بحيث انك تعمل بروفايل او صورة شخصية مميزة ليك وبطريقتك انت بدون اي مشاكل. فده الموقع، لو جيت تدوس عليه كده ده الموقع اهو قدامي، يعني التعامل معاه سهل وبسيط جدا، لكن اوضح بعض الحاجات المهمة. يعني الافضل انك تعمل تسجيل دخول، يعني لو جيت تدوس لوجين هنا، لو انت مش مسجل على الموقع دوس جوين ناو، واملى البيانات طبعا حاجات تقليديه، اسم حاجات تقليديه جدا، اسمك والايميل والباسورد وتاريخ ميلادك والجندر او النوع بتاعك ذكر وانثى، وتقول له ريجستر. بعد كده بيبدا معاك بعمليه التسجيل. انا طبعا هنا متسجل قبل كده، فهدخل بالميل بتاعي وبقول له ساين ان، او دخل معايا بالاسم بتاعي تمام. فهنا بقى لو عايز تضيف التاثيرات على الصور بتاعتك، تحولها لكرتون، تختار اللي انت عاوزه. تعال كده نختار مثلا كاريكاتير مي زي ما احنا شايفين. اول حاجة اختار الصورة بتاعتك من على الكمبيوتر. هنا بيقول لك خلي بالك بقى، اختار الصورة كده ما تختارهاش كده تمام، يعني خلي صورتك الودنين بتوعك كده يكونوا باينين قدامك تمام. يعني في صورتين عندي هوريهم لكم، شايفين دي صورة اهي، هو ينفع اعدل عليها عادي بس هيكون اجزاء جانبية كده، يعني مش تبقى كويسة. في الكاريكاتير الافضل انك تخليها كده، ايه الوش يكون كده مثلا، يعني هنا اهو دي نوعا ما الوش موجود شويه، وانت طبعا لو وشك يكون الودنين باينين فبيكونوا احسن. فبقول له اوبن وبقول له ستارت. طبعا الموقع سهل بسيط جدا في التعامل، ما فيهوش اي مشكله تمام. فانت بس هتخش بقى تجرب الحاجات الباقيه، بتعمل ابلود او الماي جاليري بقى بتاعتك، بتلاقي الصور بتاعتك انت هنا تمام، فبتختار الصوره اللي انت عاوزها وتعدل فيها براحتك. دي مثلا النقط اللي انا عاوز ايه، انا عايز طبعا اغير في الملامح بتاعت الوش، وبقول له كريت. زي ما احنا شايفين قلب الصوره لشكل كاريكاتيري، يعني طبعا بقى كل واحد وصورته هيلاقي طبعا نفسه بشكل مضحك جدا. فبقول له نيكست، وبتستنى لغايه ما الصوره بتظهر، وبعد كده بتسيفها على الجهاز بتاعك بدون اي مشاكل. عشان طبعا ما طولش في الشرح نروح نشوف حاجه تاني. انت برضو كده كده ممكن تسيف الصوره عادي بكليك يمين وتدوس على الصوره تسيفها على الجهاز بتاعك. لو جيت تدوس على اول اكتيفيتيز هنا بيظهر لك كل الحاجات اللي موجوده على الموقع. عندك كرتون يو، بتحول الصوره لكرتون، بتحول الصوره لكاريكاتير، يعني بتضيف بعض التاثيرات، بتركب الصوره على اشخاص، بتعمل زوم على الصوره، فوتو ميكس، يعني ممكن تركب حاجه على صورك. تعالوا نختار كرتون يو كده، بتختار طبعا انت ميل ولا فيميل، وبتبدا تبني الشخصيه بتاعتك بقى بصوره كرتونيه، وتضيف الحاجات هنا حاجات كتير جدا، برضو هسيبكم تكتشفوها مع بعض. نيجي نشوف بعد كده عندك يعني ممكن تضيف حاجات هنا كده اللي هي فوتو ميكس، لو جيت دوست عليها كده بتعمل ابلود او بترفع صوره من على الكمبيوتر بتاعك زي ما احنا شايفين. بتختار برضو الصوره اللي انت عاوزها، وليكن الصوره دي كده تمام. ادي الصوره، ممكن تضيف بقى انت الحاجات، يعني دوست على الجمجمه دي ممكن تحط جمجمه كده جنب الصور عادي، تحطها هنا اهو، تحطها هنا كده، تحطها على التيشيرت اي مكان، تضيف بعض العبارات، ممكن تعمل كده مثلا.
يعني زي ما احنا شايفين الدنيا سهله وبسيطه جدا، ما فيهاش اي مشكله. بتظبط الدنيا وبتحفظ الصوره وتخليها على الجهاز بتاعك، وبترفع الصوره بقى سواء على الفيس او على تويتر او على جوجل بلس او اي موقع انت او اي موقع تواصل انت بتستعمله، او حتى على الواتساب بتكون صوره جاهزه معاك كانك عملت شويه حاجات بالفوتوشوب. ده للناس اللي هي مش بتستعمل الفوتوشوب او مش بروفيشنال في الفوتوشوب، فده موقع بيوفر لك ادوات كتير جدا. هسيبكم بقى تبقوا تشوفوا يعني الحاجات التانية دي. اعتقد يعني الدنيا سهلة جدا دلوقتي، بتختار الحاجة اللي انت عاوزها وبعد كده تخش بقى تعدل في الصورة براحتك زي ما انت عاوز. فده بكل بساطة كان شرح الموقع ماي ويب فيس. موقع سهل وبسيط جدا جدا، يعني ما فيهوش اي مشكلة وفيه مميزات وامكانيات كتير جدا. اتمنى يا رب يكون الشرح عجبكم، وزي ما انا مش ببخل اني اقدم لك شرح كويس، يا ريت انت كمان ما تبخلش تدوس لي لايك وسبسكرايب او اشتراك لقناة برامج تك علشان تتابعنا في كل جديد من عالم البرامج والشروحات الجاية ان شاء الله. اتمنى يا رب يكون الشرح عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.